توكلنا من الصبح حتى نتوجه للمصايف الشمالية. صعدنا بالسيارة وأنا الطريق كله أصور لكم المناظر الجميلة والخلابة، وأكيد بنص الطريق لازم ناخذ استراحة وننزل نشتري شيء حتى نسد بين الجوع مالتنا. وأول ما وصلنا على مصيف شيران، وهسه نسمع فراس شنو يقول عن هذا المصيف. احنا من محافظة أربيل جايين هنا على قلي شيرانا، مصيف دهوك، مصايف دهوك قلي شيرانا. والله جماله وأشجاره، ويعني الناس تجي هنا ماخذين راحتهم وأمان هواية. شو جبتوا وياكم اليوم؟ من أجل طلعتوا من البيت؟ والله من الصبح طلعنا من البيت، من أربيل جينا. شو جبتوا وياكم أكل؟ والله جبنا دولمة، دولمة احنا تعرف الكراد يحبون الدولمة، دولمة ومشويات. ونكمل طريقنا على مصيف ثاني واللي هو مصيف أشاوة، ونسمع الناس شنو يحكون. مصيف أشاوة الجو حلو، المفروض كان من الموصل يسووه، مو يسووه بس يعني بالشمال واحد. يعني الموصل يحتاج صحيح اكو عمار وشغلات بس المفروض يسوي مناطق سياحية يعني خاصة للعوائل. برأيك وينكم مناطق سياحية بالموصل ممكن تصير مثل الشمال؟ والله عندك سد الموصل، عندك الغابات، بس هي مستغلين الكافتريات وغازينوات، المفروض يسووا مكان بس للعوائل يعني. طبعا نحتاج هالشكل مكانات بالموصل، وشوفوا العوائل والمكانات والمناظر الحلوة، ونسمع أهل الموصل شنو رأيهم أكيد بهالسفرات الحلوة. والله منطقة كلش حلوة، مكان سياحة جميلة بشكل يعني الناس دا تجي هم دا تزيد الاقتصاد هنا عندهم هنا بكردستان. فنطالب من الحكومة المحلية والمركزية بالموصل يعني نتمنى يصير عندنا هيك شيء. ومع العلم عندنا منطقة الشلالات كلش جميلة وهم بيها نهر وماي وكذا، فنطالب من الحكومة بأنه يعني يسوون لنا هيك ترتيب بحيث مثل ما الناس دا تتوجه للكردستان الناس تجي للموصل، وعندنا أماكن حلوة وجميلة بشكل. أكيد بكل سفرة نشوف المشويات والدولمة وكل هاي الحبشكلات، والماي بارد مقابينا بالشلال والمناظر تخبل. وهسه تعالوا خلينا نختم. انتهى فلوق لهذا اليوم، وشوفكم المصايف اللي موجودة بشيماننا الحبيب. اليوم رحت على مصيف شيرانة، ورحت على مصيف أشاوة، ورحت على عدة مصايف، وشفنا الأجواء الطيبة كلش، تشوفون شلالات والماي وهاي الأمور، وكل الناس تجي لهاي المصايف. سمعتم رأي الناس، نتمنى يكون عندنا اهتمام بالقطاع السياحي، ونتمنى من عندكم أكيد تهتمون كثير بمنطقة الشلالات وسد الموصل، تهتمون كثير بالغابات. انتهى الفلوق لهذا اليوم من مصيف أشاوة، أقول اليوم مع السلامة.